نبتدي مع حضراتكم بالاخبار اللي معانا، واللي ابرزها ان السيده الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع امبارح اطلع فيه على مجمل مشروعات وانشطه صندوق مصر السيادي، واللي بيهدف لزياده حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها، وده من خلال التركيز على القطاعات ذات الاولويه لنمو الاقتصاد الوطني. كمان امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض في اجتماع عقده امبارح بمقر الحكومه بمدينه العالمين الجديده عدد من المقترحات الخاصه بالنهوض بنشاط تصدير العقار. كمان تابع التيسيرات والمحفزات اللي بتتقدم للمصريين في الخارج في مختلف القطاعات. تفاصيل اكتر هنعرفها في التقرير اللي جاي. اخبار كتيره مهمه حصلت امبارح، ابرزها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على مجمل مشروعات وانشطه صندوق مصر السيادي اللي بيهدف لزياده حجم الاستثمارات في مصر وتطوير نوعيتها بالتركيز على القطاعات ذات الاولويه لنمو ونهوض الاقتصاد الوطني. ووجه سيادته باستمرار الصندوق السيادي المصري في تعزيز جهوده الهادفة لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية الواعدة في الدولة وتطويرها بشكل مدروس ومستدام بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص. امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه مستجدات اعمال تطوير منطقه مستشفيات جامعه عين شمس وتحويلها لمدينه طبيه عالميه في قلب القاهره. وجه سيادته بتكثيف العمل للانتهاء الكامل من هذا المشروع القومي الكبير والمهم وضمان استدامه التشغيل والصيانه والاداره على اعلى مستوى بما يحقق هدف الدوله المتمثل في تقديم خدمات طبيه متميزه لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في اجتماع عقده بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة عدد من مقترحات النهوض بالنشاط التصديري تتضمن إنشاء صندوق عقاري من أصول إدارية وتجارية مدرة للدخل، وكذلك مقترح تداول العقارات في البورصة المصرية والأثر الاقتصادي من فكرة إنشاء البورصة العقارية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة ما يتم منحه من تيسيرات ومحفزات للمصريين بالخارج في مختلف القطاعات، وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع تناول ما تم تقديمه من تيسيرات من قبل البنك المركزي المصري خلال الفترة الأخيرة للمصريين بالخارج، سواء ما يتعلق بالاقتراض أو التمويل العقاري أو غير ذلك من المبادرات اللي بيدعمها البنك وبتسهم في تلبية متطلبات ورغبات المصريين في الخارج. أما بالنسبة لآخر أخبار المحافظات، ففي دمياط تم الانتهاء من تشغيل عدد من الأسواق الحضرية المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة. في محافظة المنوفية كمان تم تركيب وصلات مياه شرب للأسر الأكثر احتياجاً. كمان امبارح في الشرقية تم تنظيم معرض ملابس مجاني لدعم 400 أسرة من الأولى بالرعاية، وفي بني سويف تم تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام ل 230 درجة. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في دمياط تم البدء في تشغيل عدد من الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز كفر سعد خلال الشهر الجاري، وتم إنشاء 8 أسواق بإجمالي 223 باكية. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن تنفيذ إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية بعدد من قرى مركزي أشمون وتلة بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية ووفقاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومنظمات المجتمع المدني. فأسيوط أكدت المحافظة تنفيذ أعمال تركيب الأنترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة ديروت لتسهيل الحركة والانتقال للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة، وده وفقاً لخطة المحافظة للتطوير ضمن أعمال رفع الكفاءة وتحسين الشوارع والميادين. في الشرقية شهدت المحافظة تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان بقرية أكوا مركز ديرة بنجم لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بقرى أكوا وكفر الباشا وفرغان وكراديس وشمبارة منقلة بمركز ديرة بنجم. وجاء تنظيم المعرض لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم.
في الإسكندرية أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية أن استخراج تصاريح المشاركة في الأوكازيون الصيفي مستمرة، وبلغت حتى الآن المشاركة 250 محل متنوع النشاط، وتعمل المديرية على تيسير استخراج تصاريح للمحل المشاركة. في بني سويف اعتمدت المحافظة تخفيض تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام من 233 ل 230 درجة للعام الدراسي 2023-2024، وده حرصاً على تخفيف العبء عن أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم بمرحلة التعليم الثانوي العام، وفي ضوء مراعاة كثافة الفصول المناسبة والمقررة من قبل وزارة التربية والتعليم. في الأليوبية أعلنت مدينة شبين القناطر أنه تم البدء في تشغيل 6 مجمعات خدمية للمواطنين، وده ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتتواجد المجمعات الخدمية اللي تم بدء العمل بيها في قرى كفر شبين وطحنوب ومنشأة الكرام والمريج وطحوريا والأحراز. في جامعة المنيا تم الإعلان عن فتح باب التقدم إلكترونياً للمدن الجامعية بالجامعة للطلاب من 15 أغسطس الجاري حتى 10 سبتمبر المقبل للطلاب القدامى، ومن 25 أغسطس الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل للطلاب الجدد. وأكدت الجامعة أن التقديم للسكن بالمدن الجامعية من خلال الموقع الإلكتروني فقط. في بورسعيد أعلنت المحافظة بدء الخطوات التنفيذية لتطوير 24 عمارة سكنية ضمن المرحلة الثانية لتطوير منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي، وبتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه وتركيب شبكة صرف صحي جديدة.